من بعد حملة التنافس الشرسة على الرئاسة في البرازيل بين الخصمين الرئيس بولسونارو ودا سيلفا، فاز أمس اليساري لولا دا سيلفا بفارق ضئيل في نتيجة درامية ختمت سباق درامي أصلا. فالرئيس الحالي بولسونارو كان مترشح ضد دا سيلفا اللي كان رئيس سابق للبلد وكان متهم بقضايا فساد ودخل السجن لفترة كمان. عموما الانتخابات كانت يعني نارية، وصدمة مؤيدي الرئيس بولسونارو بالخسارة كانت واضحة جدا في المشاهد اللي التقطت لهم وهم منهارين بكا. Gente, eu queria puxar coro com vocês aqui. Ah, nossa! Bem alto, gente. Vamos bem alto. قبل نتائج الانتخابات كان في مقطع لنائبة اسمها كارلا زامبيلي وهي من مؤيدي بولسونارو، واللي ببساطة رفعت السلاح ضد معارض لبولسونارو في نص الشارع وجريت وراه كمان لأنه قال لها بكرة لولا، ويقصد أنه يوم الانتخابات لولا حيفوز. الفيديو اللي شفتوه انتشر بشكل كبير على المنصات، واضطرت النائبة من بعده انها تطلع وتبرر اللي صار وتدافع عن نفسها يعني. فقالت انه الشخص هذا هو اعتدى عليها وصارت توري جروح في جسمها وركبها وتقول شتمني وضربني. بس الحقيقة ظهرت لاحقا لما رجع انتشر فيديو تاني بيفضحها وبيظهر انه الاصابات اللي في جسمها سببها انها طاحت لوحدها وما حد لمسها. Já resolvi, pai, já chega. 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 Já resolvi, pai, já chega.